عدد من الموظفين الأمنيين وبشكل مفاجئ وضعوا حد لحياتهم رغم أن الحياة كانت مازال قدامهم بكل إيجابياتها وكل سلبياتها. فين حارس الأمن فلان؟ فين مقدم الشرطة فلان؟ فين الضابط فلان؟ فين العامد فلان؟ فين الدراكي فلان؟ إذا جيت نسمي كل واحد بالاسم ديالو فما غاديش يمكن لينا نساليو هذا الفيديو إلا من بعد مدة كبيرة. أخواتي إخواتي مشاهدي قناة أجي نفهموها صح، بالفعل غادي تلاحظوا على أنني حددت جميع أو أغلبية الرتاب ديال الناس اللي انتحرت ودات معها أسرار عن الخالق سبحانه وتعالى. هذا ما عنده إلا معنى واحد، واللي هو أن الظاهرة ما عفات حتى واحد، بحال المديرية العامة للأمن الوطني، بحال عدد من الإدارة، وبشكل أعم بحالها بحال جميع مكونات المجتمع المغربي اللي بطبيعة الحال هو الآخر كيشبه جميع المجتمعات البشرية. هاد الناس اللي حددت نهار تقدموا ونجحوا في هاد المهنة ما قدرتهمش فرحة، وهذه حالة مريت منها شخصيا في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، في الوقت اللي نجحت بحالي بحال عدد من الشبان في ذاك الوقت كحارس أمن، رغم أنني كانت عندي شهادة البكالوريا في ذاك الوقت. لكن في واحد اللحظة زمنية محددة نسبيا لكل واحد من هاد الشبان كانت تفاجئوا بهم كيوضعوا حد لحياتهم. هنا السؤال اللي كيطرح نفسه بقوة، اشنو هي الاسباب اللي دفعات بهاد الناس باش يتخلاو على الاحلام اللي بداوها وربما بداو كيبنيو في اجزاء منها باش تكون النهايه ديالهم بهاد المأساة؟ اخواتي اخواتي متتبعي ومشاهدي قناه اجي نفهموها صح، واش استوعبنا بشكل صحيح الرسائل اللي خلاوها لنا هاد الناس؟ واش احنا بالفعل على درايه ولا عين بالخطر اللي كيداهم هاد البلاد؟ انتحار مواطن عادي كيخلف من وراه عدد من المآسي وعدد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، فما بالنا بانتحار شخص اللي البارح كان المجتمع كينظر له على أنه عنصر اللي كان قصدوه باش يحل لنا المشاكل اللي كتخلق فيما بيناتنا كمواطنين، مع العلم أن هذه المشاكل اللي كيحلها الشخص كتاخذ مجموعة من الصور أبسطها صور المشاكل الاجتماعية. من جهة أخرى شكون فينا اللي ما سبقش ليه ويتعامل مع المصالح الأمنية؟ هنا بالمناسبة ملي كنقول المصالح الأمنية فأنا ضمنيا وفي جميع الفيديوهات ديالي كنقصد مصالح الشرطة والدرك الملكي بالخصوص. شكون فينا اللي ما لقاش راسو واحد النهار سبق ليه وطلب المساعدة من هذا الموظف اللي انتحر اليوم أو اللي ربما لا قدر الله يقدر ينتحر غدا؟ مازال ما عرفناش على من غادي تجي النوبة. واش حنا كمجتمع مدني من قبل من الأجهزة اللي كينتميو لها هاد الموظفين مازال ما دريناش بهاد الإهانة اللي كتلحقنا في كل مرة كينتحر فيها رجل أمني؟ نعم إهانة، لأن هاد الظاهرة كل ما تكررت إلا وكتفضحنا وكتعرينا كما أنها كتبين العجز ديالنا على صبر أغوار هاد المعضلة، الشيء اللي كيخلينا نجهلو بشكل يقيني أو شبه يقيني الأسباب أو الدوافع اللي كتخلي أولادنا يمشيو هكا هباء منثورا. الموظف الأمني أو الجندي إلى ماتوا وهما كيأديوا المهام المقدسة ديالهم فهذا بحد ذاته خسارة لنا، لأننا فقدنا أرواح بشرية، رغم أن هذا كيتعتبر بالنسبة لهم موت مقدس لأنهم أعطاوا وفداوا هذا الوطن بروحهم، عكس الفئة اللي كتعيش من المآسي والمشاكل اليومية للمواطنين وكتقتات منها بل كتبني فوقها ثروات لا حصر لها، حسبي الله ونعم الوكيل. على اين اخواتي اخواتي متتبعي ومشاهدي قناه الجيل في مصر، بما انه في الاونه الاخيره بدات كتنتشر بعض الاخبار حول انتحار بعض الموظفين الامنيين، قررت اليوم ان شاء الله تعالى بحكم انني من الناس اللي فنا وعمر ديالهم في خدمه هذا الوطن من خلال الانتماء للمديريه العامه للامن الوطني على طول مده عمريه وصلت ل 36 سنه، قررت ان شاء الله تعالى نعطي بعض الاراء حول هذه الظاهره، رغم انني ماشي من الناس اللي مختصين في هذا المجال، لكن المعالجه ديالي لهذا الموضوع غادي تكون باعتباري انني عرفت ناس اللي انطاحوا بحكم انهم كانوا من الاصدقاء ديالي، وهذا كافي يبين على انني عايش وحسيت بالظروف اللي مروا منها. على اين باش ما نطولش عليكم اختي اخي مشاهدي ومتتبعي قناه اجين في مواصح، قبل ما نبداو هذه الحلقه يا ريت انكم تضغطوا على زر التسجيل وتشاركوا هذه الحلقه مع المعارف ديالكم، ويا ريت انكم ايضا بطبيعه الحال الى عندكم موضوع حلقه اليوم انكم تبينوا لي على هذا على الطريق الضغط على زر الاعجاب.
هاد الحركة رغم البساطة ديالها، ما تنساوش على أنها عندها مفعول اللي هو إيجابي واللي كيتمثل في أن هاد الحلقة وطبيعة الحال حلقة قناة أجين في صح ككل غادي تصبح متاحة أكثر للظهور في موقع اليوتيوب لعدد أكبر من زوار هاد الموقع، وبالخصوص الناس اللي عندهم نفس الاهتمام. هكا ايضا غادي يكون اي واحد منكم اخواتي اخواتي مشاهدي ومتتبعي قناه اجين فماصح ساهم في نشر المعلومات الهادفه والموثقه. لا ما نطولش عليكم اكثر، غادي نقول اي واحد منكم اجين فماصح. موضوع الانتحار بين عناصر وافراد الادارات اللي مو كلها مهمه انفاذ القانون كيبقى موضوع اللي هو بكل صراحه محزن ومؤلم، كما انه كيكون عنده تبعات اللي هي سلبيه على الاسره ديال المنتحر وكذلك على المجتمع اللي وقع فيه الانتحار، وهذا هو الاهم. زيد على هذا كيبقى من الصعب على اي واحد فينا يفهم ميكانيزمات هذه العمليه والتطور ديالها عند الشخص اللي كيقوم بازهاق الروح ديالو. بغض النظر على الرؤيه الدينيه بهذا الخصوص، غادي نحاول ان شاء الله تعالى نتطرق معكم اعزائنا متتبعي ومشاهدي قناه اجين في مواصح لهذه الظاهره، ومن بعد نحاول نشوفوا اشنو هي الدوافع اللي كتكون من وراء هذا التصرف اللي ما يمكنش نحكموا عليه من بدايه هذه الحلقه. الغرض من تطرقنا للموضوع خلال هذه الحلقة هو أننا نحاول نفهموا المشكل بشكل أعمق ولو بشكل نسبي، ونحاول أيضا نلقاو بعض الأفكار الجديدة اللي تقدر توضع حد لهذا الاستنزاف في الثروات البشرية. بالفعل فقدان أي موظف كيوضع حد لحياته كيكون المجتمع ديالنا فقد ثروة بشرية مهمة. هذا الثروة اللي كتمثل في الخبرة المدنية اللي كان هذا الموظف المنتحر اكتسبها خلال المدة الزمنية اللي قضاها في سلك الشرطة. أيضا هذا الموظف الأمني اللي انتحر لو كتب ليه الله أنه يبقى حي كيمارس المهنة ديالو فشحال من خدمة غادي يقدمها للمجتمع. هذا الموظف اللي لو كتب ليه الله أنه يبقى عايش شحال من واحد من الزملاء ديالو غادي يستافدوا من التجربة المهنية ديالو ويتعلموا كذلك منه. وزيد وزيد من عدد من النقط اللي ما نقدروش نحددوها في هذه الحلقه. بكل خلاصه وحسب الراي المتواضع ديالي فكل عمليه انتحار كيقوم بها اي شرطه خاصنا نعتبرها على انها ازمه وطنيه. عدد الموظفين اللي كيفقدوا حياتهم على طريق الانتحار كيتعدى بمستويات كبيره عدد الموظفين الامنيين اللي كيفقدوا حياتهم بمناسبه أو بسبب أدائهم المهام ديالهم على الصعيد الوطني، وهذا كيبين على أن مستوى انتحار الموظفين الأمنيين ربما كيستدعي مننا نتوقفوا عنده ونعيدوا النظر فيه، وهذا لسبب بسيط اللي هو أنه كيخلق الأجهزة الأمنية حرج، وكذلك عند بعض المسؤولين الأمنيين نزهة امتعاض من الوضعية اللي كيعيشوها بعض الموظفين. على العموم رغم غياب احصائيات اللي هي رسميه بخصوص هذا الموضوع، غادي نحاول ان شاء الله تعالى ما امكن نعالجه من خلال بعض المصادر اللي تمكنت من التوفر عليها خلال المدد الاخيره. من قبل مده زمنيه بعيده وربما لحد الساعه كتعتبر ظاهره انتحار عناصر الشرطه واحد الموضوع اللي ما معترفش به وما نقدروش نناقشه، وهذا هو السبب اللي خلاني نطرح هذا الموضوع واللي كيف سبق وقلت كيبقى الهدف منه هو أننا نلقاو مكامن الخلل وربما أيضا نلقاو بعض العلاجات لهذه الظاهرة. يعني بصيغة أخرى الهدف ديالنا هو أننا نكسر حاجز الصمت على هذه الظاهرة اللي مازال كتعتبر في نظر البعض من المسؤولين على أنها وصمة عار كيلحقوها المنتحرين بالجهاز ديالهم. الحلقة إن شاء الله تعالى غادي تكون دعوة لإجراء مجموعة من الإجراءات اللي من خلالها غادي نحميو الزملاء ديالنا وولادنا اللي كيفنيو الشباب ديالهم في خدمة هذا المجتمع. هذه الفئة اللي كتستحق منا كل الرعاية وكتستحق منا كل الاهتمام، هذه الفئة اللي بينات على المعدن الأصيل ديالها بطبيعة الحال بحالها بحال عدد من الفئات الأخرى. خلال جائحة كوفيد 19 اللي ضربت العالم خلال السنوات الأخيرة واللي لحد الساعة مازال كنعاني من التبعات ديالها. من المفروض أننا نعتبر انتحار عناصر الشرطة من الأولويات الوطنية، ففي الوقت اللي كيتقتل موظف أو ضابط شرطة خلال أو بمناسبة أداء المهام ديالو أو كيتقتل من طرف مجرم عنيف أو في حادث مروري كتوقع
أو كتصدق بعض ردود الأفعال المحترمة من بعض فئات المجتمع. من بعد كتقوم الأجهزة المختصة بإجراء التحقيق الشامل باش تعرف على ظروف وملابسات الواقعة، يعني أنه كيتم طرح مجموعة من التساؤلات اللي من خلال الإجابة عليها كنتوصلوا لحقيقة الواقعة بالكامل. زيادة على هذا كتقوم أيضا الإدارات اللي كينتمي لها هذا الموظف ببعض البروتوكولات اللي كتهم بعض الأعمال الاجتماعية اللي كتفرضها الواقعة، مع الإشارة إلى أنه في غالب الأحوال كتنتشر مجموعة من الأخبار وخصوصا في الفضاء الأزرق، منها اللي عنده مصداقية ومنها مع كامل الأسف اللي غير جيبية في المطلق. ثم كتبدأ الروايات بخصوص ظروف الواقعة بجميع لغات الحق والباطل. من بعد هذه الزوبعة كلها كيتم الدفن ديال الموظف وكيتم نسيان القضية ككل في أغلب الحالات، بحيث كيصبح مجرد إضافة رقمية أو عددية للأرقام اللي سبقها. هذا بخصوص وفاة الموظف كيف سبق وقلت خلال أو بسبب أداء المهام ديالو. أما في الوقت اللي كيتوفى الموظف أو الضابط بسبب عملية انتحار، وخصوصا الموظفين أو الضباط اللي كينتميوا للطبقات الدنيا من المجتمع، يعني الطبقات الفقيرة والمتوسطة من الشعب المغربي، فهنا الأمر كيختلف، بحيث أنه كيتقام بحث أو تحقيق لتحديد الطريقة والسبب اللي وقعت بهم الوفاة. لكن الغريب هو أن النتيجة الأخيرة لأغلب هذه التحقيقات أو التحريات إلى ما قلنا كلها وحسب المعايشة الشخصية لبعض الحالات كتكون عندها في أغلب الأحيان والأحوال علاقة بالحالة النفسية. التساؤل اللي كيطرح نفسه هنا بخصوص هذه النقطة، يعني طبيعة أو سبب عملية الانتحار، واش الأبحاث اللي تجرات بالفعل بسبب هذه الواقعة عالجت أو استرقت بشكل أكبر وأعمق لهذه الأسباب أو لهذه النقاط اللي خلات هذا الموظف أنه يوضع حد لحياته؟ من الطبيعي أن أغلبية المسؤولين في الإدارات اللي كيوقع فيها بحال هذا النوع من الوفيات أنهم كيكونوا في وضعية إحراج إلى تطلب منهم الموقف على أنهم يواجهوا المجتمع ديالهم من خلال تصريح اللي كيكونوا مطالبين به لتوضيح الدوافع. هذا إلى ما قلنا على أن الأغلبية منهم في أغلب الأحوال ما كيلقى ما يقول في هذه النقطة. هذا من جهة. أما من جهة أخرى فكنلقاو أن هذه الإدارات كتوفر بشكل كبير على مجموعة من المعلومات بخصوص الوفيات اللي كيتعرضوا لها الموظفين ديالها بسبب أو خلال أداء المهام ديالها، في حين أن حالة الانتحار حسب الظن ديالي محال واش كتوفر على المعلومات الكافية والشاملة بخصوص هذا الشأن. هذا بغض النظر عن المساندة أو الرعاية اللي من المفروض أنها تلقاها عائلة كل موظف انتحر. فالتعامل الوحيد اللي كتمتع به عائلة المنتحر هو التعامل بشكل كبير مع مواقع السخافة والتفاهة واللي كتستغل الوضعية الاجتماعية للمعني والأسرة ديالو واللي من خلالها كتسترزق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدليل أن أي موقع من هذه المواقع ما سبقش وسجل أي خطوة إيجابية تجاه عائلة المنتحر ولو بمساعدة مادية على سبيل المثال. بصفة عامة النقص من حيث المعلومات اللي كيعرفها هذا الميدان، يعني انتحار موظفين الأمنيين، من الأكيد أنه غادي يخلق لها متاعب ومصاعب في المستقبل، أي في الوقت اللي غادي تصبح متوفرة واحد الإرادة باش نستكشفوا بشكل يقيني الأسباب والدوافع الحقيقية لهذا الظاهرة، ماشي الإرادة اللي الهم الوحيد ديالها هو أنها ترجع هذه الأسباب لعوامل نفسية فقط. من خلال بعض المراجعات اللي قمت بها في هذه الآونة الأخيرة في الفضاء الأزرق، لقيت على أن عدد كبير منها كيشير الظروف المهنية والاجتماعية والنفسية الصعيبة اللي كتعيشها هذه الفئة المنسية واللي كتكون مجبرة على أنها تلتزم بالصمت رغم ظروف كيف كيتقال الحورة اللي كتعرض لها. والدليل على هذا هو بعض الخرجات الإعلامية اللي كيقوموا بها بعض الموظفين الأمنيين، سواء الرتب ديالهم كانت صغيرة أو كبيرة. هذه الخرجات اللي رغم أنني بكل صراحة ما متفقش مع الأغلبية ديالها،
الا انني كنشوف على انها كتبان على انها متنفس لهاد الناس، وخصوصا ملي كيشوفوا هاد الاشخاص بان المطالب ديالهم ما وصلاش للجهات العليا، ونظرا لانهم لمسوا بعض نوايا صادقه عند بعض القيادات على تحسين الظروف ديالهم، قاموا بتوصيلها بالطرق اللي بانت لهم على انها مناسبه من بعد ما تسدت في وجههم جميع الطرق الرسميه. حل ازمه انتحار موظفي انفاذ القانون. اول حاجه كيتعين على الجهات المعنيه بهذه الظاهره تقوم بها هي انها مطالبه برفع مستوى النقاش الوطني حول هذه الظاهره، وتحديد الخطوات او الاجراءات المناسبه اللي يمكن لاي جهه تاخذها في سبيل معالجه هذه الازمه اللي كتمر منها البلاد، واللي كتقيس فئه كيعول عليها المجتمع في كل النشاطات الاساسيه والحيويه له. النقاش اللي كنطالب به حاليا بحكم انني اولا من ولاد الدار كيف كيقولوا، وثانيا بحكم انني ضابط شرطه قضائيه سابق، خاصو يكون نقاش مبني على الصراحه بخصوص ما كنعرفوه، وكذلك بخصوص اللي ما كنعرفوه ايضا على انتحار موظف الشرطه، واشنو اللي كيتعين علينا نقومو به تجاه هذه المعضله. اشنو هي الرساله اللي كيبعث بها موظف الشرطه اللي كينتحر؟ بالرغم من محدوديه او الى جينا نقولوا انعدام الاحصاءات الرسميه اللي كتعلق بانتحار عناصر الشرطه، هذا النقص ما غاديش يمنعنا من مناقشه هذه القضيه، والانطلاقه ديالي في هذا المجال غادي تبدا فقط من خلال المناقشات اللي كانت كدور بيني وبين بعض الزملاء المهنيين، بحيث ان هذه المناقشات كانت كتمحور حول عدد من النقط اللي ربما بعض المسؤولين ما عندهمش الرغبه في انهم يبينوها او على الاقل يعترفوا بها. فرغم انه كيف قلت جميع او على الاقل اغلبيه الابحاث الرسميه اللي تقامت بخصوص انتحار اي موظف شرطه كتشير لكون مجموعه من الدوافع هي اللي ادت القتل المعني النفس ديالو. هذه الدوافع بكل بساطه كيتم تلخيصها او اعطائها صبغه دوافع شخصيه، يعني اسريه او اجتماعيه. بلا ما نخرجش التفاهات من بدايه هذه الحلقه، غادي نناقش بعض النقاط اللي كتبان لي ضروره اعاده النظر فيها، واللي كيكون عندها بكل تاكيد بعض الاثار الجانبيه السلبيه على الادارات المعنيه. هذه النقاط غادي تكون على الشكل التالي: عوامل الخطر، فاكتور دو ريسك. من ابسط هذه العوامل اللي كيتعرض لها الموظف الامني نقدروا نقولوا مثلا الحالات اللي كيصادفها خلال المهام الرسميه ديالو واللي كتخلف ليه عدد من الصدمات، بالاضافه لتعاطي البعض منهم للكحول. زياده على هذا سهوله الوصول للسلاح الناري الشخصي اللي كيكون ملزوم عليهم انهم يحملوه خلال حصص العمل ديالهم، هذا الى استثنينا ظروف ونظام العمل اللي كيكون مفروض على بعض الفئات منهم واللي يقدر يدوم لمده زمنيه اللي تقدر تفوق احتمال الطاقه البشريه. على سبيل المثال حاله شخصيه مريت منها ما بقيتش عاقل واش 2002 او 2003، تفرضت عليا حصة عمل يومية كنت كنبداها من العشرة الصباح حتى الجوج الليل يوميا لمدة 3 شهور بساحة معروفة بمراكش. أما بخصوص الإجازات السنوية فحددت ولا حرج، لدرجة أن بعض الموظفين في الوقت اللي كيختاروا التقاعد المبكر أو في الوقت اللي كتتم الإحالة ديالهم على التقاعد كيلقاو نفوسهم كيتوفروا على مدة اللي كتقدر تتجاوز سنتين، كلها عبارة على إجازات سنوية ما استفدوش منها خلال المزاولة الفعلية للمهام ديالهم. في الأخير كتعطاهم هذه المدة كيف كنقولوا كيصرفوها قبل ما يغادروا المهنة بصفة نهائية. اضطراب ما بعد الصدمة والحواجز أو الموانع اللي كتعرقل أي طلب للرعاية الصحية. العمل الأمني المطلوب التأدية ديالو من طرف موظف الشرطة كتكون عنده طبيعة اللي هي استثنائية، فهو يقدر يتعامل مع أي كائن بشري على وجه الأرض. على سبيل المثال شفنا خلال أفلام وثائقية اللي عندها مصادر موثوقة بأن بعض رجال الشرطة وكذلك رجال الجيش عند عدد من الدول ظروفهم المهنية جبرتهم على أنهم يتواجهوا مع بعض المخلوقات الفضائية.
هذا كيبين الخطوره المهنيه اللي تقدر تصادفها هذه الفئه من الموظفين، وبالتالي كتوضح لنا كميه الصدمات اللي يقدروا يتعرضوا لها. اما بالنسبه للواقع ديالنا فنقدروا نعطيو امثله اللي هي يوميه وبسيطه، فانا شخصيا بدوري عانيت منها كثير. على سبيل المثال الاشخاص اللي كيكونوا مرض نفسانيا، هذه الفئه اللي خلال المده اللي كنت كنزاول فيها المهام ديالي يعني قبل 2020 كان مفروض عليا نتعامل معها بشكل مباشر، وفي الحاله اللي كنطلب مساعده من الجهه المختصه اما ما كنلقاش اي تجاوب في بعض الحالات، واما حتى الا كان التجاوب فكيكون متاخر. نعطي مثال بالنسبه لهذه الفئه من المرضى النفسانيين، بالرغم من انه ما صدرش عليهم اي فعل اللي هو جنائي او كيستحق التحري والتقصي الجنائي، كان من المفروض عليا انني نقوم بالاحاله ديالهم على المستشفى. من بعد ما كان من المفروض عليا ايضا نلقي عليهم القبض بالشارع العام، ومع العلم ان الاختصاص بحال هذه الحالات ماشي من حقي. ملي كنقولوا هذه الفئه من الاشخاص يعني كنتكلموا على مجموعه من المخاطر اللي كنت مضطر انا شخصيا نقوم بها، رغم انها ماشي اصلا من الاختصاص ديالي، وهذا بطبيعه الحال كيولد عندي واحد النوع من الخوف من الاصابه ديالي او ديال المساعدين اللي معاه باي نوع من الاضرار، مع العلم ان المتسبب فيه ما كتكونش عنده اي مسؤوليه جنائيه حال لا قدر الله اعتدى علينا. مع العلم ايضا ان هذا العمل كنكون مضطر نقوم به بشكل يومي تقريبا، وخصوصا في المرحله الصيفيه يعني عند ارتفاع درجه الحراره. هذا مثال بسيط من بين عدد كبير من العوامل اللي كيتعرض لها الموظف الامني بشكل يومي. ورغم ذلك في حالة إلا كانت الشجاعة عند هذا الموظف على أنه يبين على هذا السخط ديالو تجاه هذه الظروف، كتم المطالبة ديالو بكتم الغيظ، كما أنه كيتم إقناعه بأن هذه الأمور كلها كتعتبر من مخاطر المهنة لي ريسك جينيتي. فأنا شخصيا مرارا وتكرارا عبرت على هذا السخط، وكان الرد من عند الرؤساء نفس الجملة السحرية، وكنتحدى في هذا الإطار أي رئيس سبق لي وعملت معه قبل 2020 أنه قام بالإحالة ديالي على الطبيب النفسي لغرض المعالجة النفسية الكآبة. بهذا الخصوص ربما نقدر نقول على راسي بأن هذا الشعور ما عمرو فارقني خلال مدة حياتي المهنية. هذا ماشي تشاؤم اللي هو مفرط، لكن واقع الحال اللي كنت كنمر أنا شخصيا هو هذا. فالكآبة كانت بالنسبة لي صور وأشكال، منها ظروف قضية مثلا عملت عليها، إلا أن التداعيات ديالها تطورت بسبب تدخل أشخاص أو جهات معينة، لدرجة أنني في بعض الحالات كنلقى راسي بوحدي في المواجهة. نعطي مثال بسيط بقضية عالجتها خلال السنوات الأخيرة، واللي كانت موضوع نقاش في مجلس المستشارين. هاد القضية اللي نقدر نلخصها في موضوع خلافات إدارية ما بين أستاذة والمؤسسة التعليمية الحكومية اللي كانت كتعمل عليها، من خلالها تم إشعار المصالح الأمنية بطبيعة الحال بعد إشعار النيابة العامة، وبناء على التعليمات اللي تلقيتها في هذا الصدد تم القيام بجميع الإجراءات المطلوبة. إلى حدود هذه اللحظة كان كل شيء مزيان، لكن اللي حز في النفس ديالي هو انه بسبب قيام بعض الجهات اللي كان عندها هدف معين باحتجاج على العمل اللي قمت به، لقيت نفسي مضطر في كل مره على انني نقوم بتحرير مجموعه من التقارير التوضيحيه في هذا الصدد، وهذا بطبيعه الحال امر اللي هو ضروري، لكن اللي ما هوش ضروري بالنسبه لي في ديك المرحله، وخصوصا ظهور بعض الفيديوهات من المعنيه واللي كلها كتضمن وقائع اللي ما عندهاش ولو القدر القليل من الصحه، واستدعاء او استضافه المعنيه هاتفيا من طرف اذاعه محليه، وهي اللحظه اللي استغلتها المعنيه مع كامل الاسف وعبرت على ما كانت كتعتبرها هي قضيه ديالها باللغه الخاصه بها، حين انه ما تمش استدعائي من طرف اي مسؤول على مستوى الولايه اللي كنت كنتمنى على الاقل يبين لي بان الاداره بالفعل في الصف ديالي، وخصوصا من بعد ما توصلت جميع التقارير وبنسخه من الاجراءات اللي تم القيام بها في هذا الصدد. هذا التصرف البعض منكم اخواتي اخواتي متتبعي ومشاهدي قناه اجي فهموها صح غادي يشوفوا على انه بسيط، الا انه كونوا على يقين
لو أنه تم القيام به من طرف أي مسؤول، على الأقل كانت النفسية ديالي غادي تكون مرتاحة. وهذا خلاني بكل صراحة من ديك المرة وأنا كنفكر في المغادرة النهائية من هذه الإدارة، إلى أن حضرت فرصة اللي اعتبرتها أنا استثنائية، وهذه المرة كانت ظروف اللي كيف كنقولوا في ذات الكأس، وهي اللحظة اللي ما خليتهاش تدوز هباء منثورا. لكن اللي زاد من الشك ديالي أكثر هو أن المسؤولين اللي كانوا قراب ليا واللي كنت كنظن على أن علاقتي بهم حسنة، تفاجأت بهم وأنهم ما كلفوش نفوسهم ولو أنهم يستدعوني أو يستسروني كيف كيعملوا مع بعض الموظفين الآخرين. لهذا استغليت الفرصة وطلبت التقاعد. لكن ملي جيت نشوف لقيت على أن كل ما كيدير الله سبحانه وتعالى إلا وفيه الخير. هذا كان مثال شخصي بالنسبة لي، فكيفاش غادي يكون بالنسبة للعداد من الناس اللي ربما تكون عندهم ظروف أسوأ من ظروفي؟ كيفاش الكآبة والتعاسة ما غاديش ترافقهم خلال الحياة المهنية ديالهم؟ إمكانيات وسهولة الوصول للأسلحة النارية. الأغلبية العظمى، إلى ما قلناش بأن جميع عناصر الشرطة كيكونوا ملزمين على أنهم يحملوا الأسلحة الفردية خلال أدائهم المهام ديالهم، يعني السلاح كيبقى رهن إشارة الموظفين في كل دقيقة خلال المسار المهني لكل واحد منهم. وهذا في حد ذاته بالنسبة لي كيشكل نوع من الخطورة عليهم وعلى أفراد الأسر ديالهم. بصراحة ربما تسجلت حالات قليلة بزاف بخصوص تعرض الأسلحة الفردية للسرقة من طرف بعض المجرمين، لكن لحسن الحظ أنه كيتم العثور عليها في مدد اللي نقدر نقول على أنها بصراحة قياسية. لكن الخلفية ديال سهولة وصول موظف الأمني للسلاح كتبقى محملة بدلالات الخطورة، ومن المحتمل أنها تعرض في أي لحظة السرقة أو غيرها من الأفعال اللي تقدر تشكل خطورة على المجتمع. على سبيل المثال، الدولة اليهودية لاحظت على أن عدد كبير من الجنود ديالها كانوا كيعرضوا نفوسهم لعمليات الانتحار، وهذا هو اللي خلاها تكون أول دولة كتجبر الموظفين ديالها من حملة السلاح على أنهم يسلموا السلاح ديالهم الفردي بمجرد الانتهاء من المهام الرسمية. وبالفعل هذا الإجراء مكن من خفض نسبة الانتحار بنسبة 50%. الموظفين اللي كيتمكنوا من إخفاء النوايا أو المشاعر ديالهم الانتحارية. أخطر أنواع الموظفين اللي يمكن لجميع الإدارة تخوف منهم هو هذا النوع من الأشخاص. فأنماط التفكير بين الأشخاص اللي كيكونوا مصابين بالاكتئاب أو المشاعر الانتحارية كيكون من الصعب الاكتشاف ديالها في الوقت المناسب أو المبكر. والدليل على هذا أن أغلب الموظفين الأمنيين اللي انتحروا في بلادنا كانت شهادات أقرب المقربين لهم كتفيد على أنهم من الناس اللي كانوا عاديين، وفي بعض الأحيان كان صادفوا بعض المعارف ديالهم كيصرحوا على أن المنتحرين كانت علاقتهم بالمحيط الاجتماعي والإداري ديالهم عادية. وهذا في حد ذاته كيخلق تحديات أمام كل محاولة للتعرف على كل موظف اللي من المحتمل تبان عليه مؤشرات أو دلائل على أنه في المستقبل يقدر يوضع حد الحياة. هذه التحديات كتوقف عائق أمام كل من عائلة المعني وزملاء العمل والمشرفين وحتى المتخصصين في الصحة العقلية في الحالة اللي كيكونوا متوفرين أصلاً. استراتيجيات وبرامج منع الانتحار. في بعض الدول الغربية اللي فطنات وعطافت بهذه الظاهرة، عملت على وضع مجموعة من الاستراتيجيات اللي الهدف منها حماية هذه الفئة من الموظفين الأمنيين. وبالفعل حققت نسبيا واحد نوع من التراجع في عدد المنتحرين. باش ما نطولش هذا الفيديو أكثر، غادي نقتصر على البعض منها على سبيل المثال. التشريح النفسي. في الحالة اللي كتوقع جريمة قتل على سبيل المثال، كتقام مجموعة من الإجراءات المسطرية والميدانية. مثلا كيقوم المحقق بالتحري والتقصي، لكن الدور الكبير في تحديد أسباب اللي أدت للوفاة كتجي مع عند الطبيب الشرعي. لهذا هنا نقدر نطرح تساؤل بهذا الخصوص، علاش ما كيتقامش في حالة انتحار موظف أمني بالموازاة مع التشريح الطبي واحد نوع آخر اللي هو التشريح النفسي؟
تشريح الطبي الشرعي كيف هو معروف عند الجميع، هو واحد عملية اللي من خلالها كيقوم الطبيب الشرعي بتشريح الجثة، أي أنه كيقوم بتحريات طبية وكيطرح تساؤلات علمية بناء على معطيات ملموسة، ومن خلال الإجابات عليها كيتمكن من التوصل بشكل يقيني للأسباب أو الوسائل اللي تسببات في الوفاة. هذا الأسلوب أو هذا النوع من التشريحات من خلالهم كيطرح المختص في هذا الميدان هو أيضا مجموعة كبيرة من التساؤلات اللي تقدر تخليه يفهم بشكل أفضل الأسباب اللي دفعت بالمعني للانتحار. من بعد عملية الانتحار كيحاول المختص النفسي بإعادة بناء الأفكار اللي كانت كتخلل العقل ديال المعني، وهذا بطبيعة الحال كيمكن من خلال طرح مجموعة من الأسئلة بشكل اللي هو منهجي على الناس اللي عندهم علاقة مميزة بالمعني وعندهم أيضا معرفة تامة به وبالظروف اللي كيعيشها ونوعية الأفكار اللي كان كيحملها المعني وبالخصوص في المرحلة الأخيرة من حياته. زيادة على هذه الفئة من الأشخاص كتم مقابلة فئة أخرى اللي كتمثل في زملاء العمل والأصدقاء، النوع من المقابلات وكذلك هذه الطريقة من الأبحاث كتخلينا نجمع كمية كبيرة من المعلومات اللي يمكن الأجهزة الوصية أنها تضيفها لقاعدة البيانات ديالها، وبالخصوص ديك اللي كتكون عندها علاقة بانتحار الموظفين التابعين لها. هاد الخطوات بكل بساطة غادي توفر مساعدة كبيرة في توجيه وإعداد البرامج الوقائية اللي يمكن لنا نعتمدها مستقبلا باش نمنع هاد الظاهرة الوطنية. دور الرؤساء الإداريين في تقليل النظرة السلبية لظاهرة انتحار العناصر أو الموظفين التابعين لهم. عدد من الأمور أو من الممارسات مازال كنعتبروها على أنها كتنقص من قيمتنا أمام الأقران أو العائلة ديالنا، وخصوصا إذا كان الأمر كيتعلق بالصحة النفسية ديالنا. هاد الحواجز اللي خلقناها على المستوى الاجتماعي كتبقى دائما هي داك الجدار اللي كيمنعنا أننا نتحداو ونطلبوا أي مساعدة من المختصين في هذا المجال، وبالتالي هذا كيخلينا عايشين في عالم لكل هواجس وعواصف ذهنية، وفي آخر المطاف ومهما كانت القوة ديالنا أو المقاومة ديالنا واحد المرحلة من العمر ديالنا غادي يبان عنا الانهيار، وبالتالي غادي نستسلموا لها، مع العلم أن هذا الاستسلام يمكن يترجم على شكل مجموعة من الصور، إما أننا غادي نصبحوا من المدمنين على نوع أو ربما أكثر من أنواع المخدرات، وإما وهذا هو الأخطر نقدروا نوضعوا حد حياتنا على طريق الانتحار. النظرة الاجتماعية ديال مصطلح العار اللي تعتبر مع كامل الأسف من التراكمات الثقافية والبيئية الأغلبية منا هو اللي كيخلق في الذهن ديال كل واحد منا الموانع اللي كتكون حاجز بينه وبين العالم الخارجي. هذا العالم اللي بكل تأكيد لو أننا نفتحنا عليه ولو بالقليل من الشجاعة لتمكننا من جلب كل مساعدة احنا بحاجة لها. بالنسبة لهذه الحواجز وهذه الموانع تقدر الإدارة اللي كينتمي لها الموظف بصفة عامة تقوم بخطوة إيجابية في هذا الصدد، وهذا من خلال توفير مجموعة من المختصين الصحة النفسية أو على الأقل الأشخاص اللي عندهم خبرة في التفكير الانتحاري والظروف اللي كتؤدي لانعزال الفرد على المحيط ديالو. هذا بغض النظر على الحفاظ على سرية المعلومات أو الحالة الصحية والنفسية للموظف. لكن قبل ما نسترسلوا في هذا الجانب كيتعين على الإدارة تأخذ بعين الاعتبار أن أي موظف رغم شعوره بأن الصحة النفسية دياله ماشي طبيعية راه ما غاديش يجي من نهار الأول ويصرح بنفسه. علاش؟ أول حاجة غادي تخوف منها هي أنه إلا بان عليه كيف كنقولوا بأن الحالة النفسية ماشي هي، ربما غادي يصبح كيشوفوا فيه الناس أو الزملاء ديالو على أنه شخص اللي هو ضعيف، أو ربما أن الرؤساء الإداريين غادي يوليو يشوفوا فيه على أنه الموظف اللي ما باقيش قادر على أداء المهام الوظيفية ديالو، أو أنهم أيضا غادي يشوفوا فيه على أنه ما صالح باش تم الترقية ديالو المناصب أعلى، إلى غير هذا من عدد من التبريرات أو الشكوك اللي تقدر تطيح ليه في التفكير ديالو.
هنا كيجي الدور ديال الرؤساء اللي كيتعين عليهم يوضحوا للمرؤوسين ديالهم على ان الضعف النفسي ما هو الا ظاهره عاديه، لكن في الحاله اللي كتتم المواجهه ديالها وهي مازال في البدايه ديالها او المراحل الاولى ديالها، لانها بحالها بحال اي مرض، فاي تجاهل منا ليه ما كيزيد الا انتشار في الذات، وبالتالي في اخر المطاف كتبقى ليه الغلبه. لهذا المطلوب دائما من الرؤساء الاداريين والادارات بصفه عامه تغير او تعيد النظر في مصطلح العار، وتناولوا على انه مصطلح متجاوز وانه ما خصوش يشكل اي عائق امام اي موظف كيطلب اي مساعده، وخصوصا المساعده النفسيه. زيادة على هذا، وباش تبين الإدارات للموظفين ديالها على أنها بالفعل غيرات من النظرية ديالها تجاه هذا المصطلح، كيتعين عليها تعطاه بشكل رسمي بحالات الإنتحار اللي وقعت بين الموظفين ديالها من جهة، وتوضع الإحصائيات في هذا الصدد رهن المختصين، كما أنه كيتعين عليها أيضا تنظم أيام مخصصة لمنع ظاهرة الإنتحار بين الموظفين وبين كافة شرائح المجتمع بصفة عامة إلى اقتضى الحال. هكا على الأقل غادي تكون هذه الإدارات أو المؤسسات الإدارية بالفعل ساهمت في تغيير الثقافة وتقليل من حدة مصطلح العار اللي من المحتمل أنه يعرقل كل إصلاح في هذا المجال. أعزائنا المتتبعين ومشاهدي قناة فهموها صح، بالوصول ديالنا لهذا الجزء من الفيديو غادي نكونوا تطرقنا ولو بشكل سطحي مجموعة من النقاط اللي همت القضية الوطنية اللي كتمثل في انتحار موظفي الأمنيين، مع العلم أنه كان بين هذه النقاط ميل حل أزمة انتحار موظفي إنفاذ القانون، أشنو هي الرسالة اللي كيبعت بها أي موظف شرطة اللي كينتحر، عوامل الخطأ لفاكتور ريسك، اضطراب ما بعد الصدمة، والحواجز أو الموانع اللي كتعرقل أي طلب للرعاية الصحية، ثم دور الرؤساء الإداريين في تقليل النظرة الظاهرة في انتحار العناصر أو الموظفين التابعين لهم، بالإضافة لعدد كبير ومهم من النقاط اللي عندها علاقة بهذا الإطار. بلا ما نطولش عليكم، وفي انتظار الحلقة المقبلة إن شاء الله اللي غادي تناول جزء آخر من هذه المواضيع، غادي نقول أي واحد منكم واش فهمتيها صح. سلام.